الليلة يا حضرات في آخر حلقة من برنامج مصر النهاردة خلال الأسبوع ده، يعني حابب أو حابين نحكي لكم حدوتة صغيرة جدا، حدوتة عن لواء عسكري من الزمن القديم. اللواء ده اسمه إبراهيم رفعت باشا، ممكن صوته تطلع على الشاشة دلوقتي. ده واحد من كبار العسكريين المصريين اللي عصروا عدد من حكام أسرة محمد علي. اتولد في القاهرة واتخرج من المدرسة الحربية في عهد الخديوي توفيق، من صاغ لبجباشي في عهد الخديوي عباس حلم الثاني، وعاش بعد خروجه على المعاش لحد ما وصل للسلطان حسين كامل والملك فؤاد. عمر مديد الراجل ده، خاض عديد من الحروب العسكرية وبالتحديد في منطقة وادي النيل، مسار نهر النيل، وفرض سيطرة مصر على منابع النيل من السودان للحبشة. وبسبب انتصاراته العسكرية دي الراجل ده اتنقل لأنه يبقى زي كده تقدر تقول قائد الحرس أو رئيس الحرس الخديوي، يعني دلوقتي تعادل قائد الحرس الجمهوري. لكن الراجل ده رغم إنجازاته العسكرية دي إنما خد منصب مهم جدا، خد منصب اللي خلده في التاريخ، مش كل المناصب دي، اللي خلده في التاريخ كتاب كتبه هو أثناء توليته منصب قائد الحرس الخديوي، كتاب عن المحمل ومواكب الحج، وسمى الكتاب ده هو مرآة الحرمين. كتاب ده مرآة الحرمين ده عبارة عن موسوعة مصورة ضخمة لرحلة الحج أو الحجيج المصرية والمحمل اللي كان بيطلع من الخرنفش في مصر اللي كان شايل كسوة الكعبة. في الكتاب ده يا حضرات في تفاصيل مهمة قوي للتكية المصرية اللي كانت موجودة في مكة. زي ما قلت لك الكتاب موسوعة ضخمة، لكن النهاردة خلينا نقف على جزء صغير بيحكي فيه في الكتاب ده عن عظمة التكية المصرية في الوقت ده ووصف التكية دي في الكتاب. التكية دي اللي كانت بتأكل أهل مكة والمدينة والحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، وبتقدم لهم الوجبات دي على حساب الحكومة المصرية. ده في الكتاب، اقرأ الكتاب، افتحه في الجزء ده كده، افتح الكتاب واتفرج على الجزء ده وهو بيوصف التكية المصرية. بيوصف التكية قدامك هي من الآثار الجليلة ذات الخيرات العميمة، وأنها نعمت صدقة 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 جارية لمزديها ثواب جذيل وأجر عظيم، وقد أنشأها ساكن الجنان محمد علي باشا رأس الأسرة الخديوية في سنة 1238، كما هو مسطور بدائرة أو بدائر القبة التي بواسطة التكية تظل الحنفيات أو الصنابير التي يتوضأ منها القبة بتظل، يعني بتضلل عليها، والتكية بشارع جياد أقيمت مكان دار السعادة التي كانت محل حكومة بني زيد من الأشراف، ويرد إليها الفقراء في الصباح والمساء، فيتناول الفقير في كل مرة رغيفين وشيء من الشربة، وربما أعطى أكثر من ذلك إن كان فقره مدقعا. وكثير من نساء مكة وجواريها الفقراء يتعيشن بما يأخذن ويكتفين بذلك عن مساءلة الناس، ويصرف يوميا من الخبز ما يقرب من 400 وقة حاصل 3 أرداب من القمح و150 وقة من الرز، وفي يوم الخميس تزداد كمية الرز إلى 420 وقة، ويصرف في هذا اليوم فقط 100 وقة من اللحم، وفي كل أيام رمضان يكون المرتب كمرتب يوم الخميس، يعني لحمة طول رمضان، ويزيد عليه 50 أقة من الحمص، ويصرف من السمن ما يكفي لطبق هذه المقادير، والفقراء يزداد عددهم حتى يبلغ 4000 شخص، وذلك من شهر رمضان حتى آخر ذي الحجة. ده
وصف التكية بقى، والاتكية ناظر ومعاون وكتبة يقومون جميعا بخدمة الفقراء وبها طحونة يتناوب إدارتها 4 بغال تطحن القمح، وفيها مطبخ واسع به 8 أماكن يوضع عليها أوان 8 من ذات الحجم الكبير أزان يعني، وفيها مخبز ذبابين يخبز به العيش، ومخزن وحجر للمستخدمين، مكاتب يعني، انظر التكية في الرسم 70. وفي مدة الحج يسكنها بعض عمال المحمل كالطبيب والصيدلي وكاتب القسم العسكري وبعض الضوئية اللي بينوروا يعني مشعلية يعني، والعكامة والسقائين، ويوضع بها أمتعة الأمير والأمين وبعض الموظفين عند ذهابهم إلى عرفات. وفي التكية بيوت أدب يعني حمامات يعني وصنابير، ومكان جميل مفروش في وسط بركة ماء صناعية فسقية، ويجلس به أمير الحج وأمين السرة وكاتبها حينما يصرفون المرتبات. ومكتوب على باب التكية بالخط الثلث الجميل لعباس مولانا الخديوي فضائل عليها دليل كل يوم مجدد، رأيناه قد أحيا تكية جده، فقلنا أعباس بنى أو محمد حاجة كده. ده وصف التكية زي ما وصفها رفعت باشا القائد العسكري. ودي صورة التكية بالمناسبة اللي صورها اللي أوردها في الكتاب في الشكل بتاع 70. أدي صورة التكية المصرية، شايف الجمال، شايف الحلاوة، شايف الأصالة. ودي القبة بقى اللي تحتها اللي بيتوضوا تحتها الحنفيات، ودول موظفين المصريين اللي كانوا بيشتغلوا في التكية. اتفرج على الحلاوة يعني حاجة بقى. شوف بقى في وسط الصحراء دي مصر بانية ايه، في وسط الصحراء يعني وسط هذه الصحراء الجرداء اللي ما كانش فيه مبنى غير مبنى الكعبة نفسه بس، كانت التكية المصرية. كانت بتأوي، أبص بقى، عيادة خارجية من الساعة كذا إلى الساعة كذا، الفحص الطبي والأدوية. شايف شايف وإيه؟ لا، ويصرف للمريض العلاج مجانا، يعني كشف وعلاج مجانا، والمريض أيا كان جنسيته مش مهم. ده حضرات دلوقتي لحضرتك بعد ما خدناك في جولة للتاريخ بلينا بيها ريقك يا محترم. خلينا بقى نعدي على الأيام دي ونوصل للواقع، للحاضر الصعب. المشهد مختلف تماما. خلونا نيجي بقى لسنة 24. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزك تنسى اللواء إبراهيم رفعت، وانسى زمن التكية اللي انت شفته، لأني للأسف أنا مضطر أنقل لكم الواقع دلوقتي المختلف تماما، واللي أصبحت فيه مصر بدل ما تمد إيديها بالخير بتمد إيديها عشان تشحت، تشحت حتة لحمة من السعودية، مش من السعودية، من المعتمرين والحجاج. حضرات السادة، الزمن اختلف. بعد ما كنا بنوزع لحمة في التكية ونوزع أدوية ونكشف ونوزع عيش، دلوقتي بنمد إيدينا لأي معتمر أو أي حاج جايب هدي يذبحه، بنمد إيدينا ناخد حسنة لله. حضرات السادة، اسمحوا لي أقدم لكم الخبر ده. في السفارة السعودية في القاهرة، مصر استلمت 25,000 أضحية ضمن حصتها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي. شوف الزمن. سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد النقل أو النقلي في مقر السفارة بالقاهرة اليوم كل من ممثل جمهورية مصر العربية اللواء محمد رضا وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح حصتي البلدين الشقيقين من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة. جاء ذلك خلال مراسم توقيع تسليم
حصة البلدين الشقيقين البالغة 25,000 أضحية لمصر و 30,000 أضحية لدولة فلسطين، عشان ما يطلعش لجنة حقير يقول لي أصل دي مصر بتستلمها لفلسطين، ده الكلام ده عندها، زي ما طلع لي لجنة النهاردة على قناتي يقول لي لا يا أستاذ محمد أنت غلطان، ده ال 25 دي عشان مصر تبعتهم لفلسطين. لا يا بابا، فلسطين نصيبها 30,000، مصر نصيبها 25,000، وبحضور اللواء محمد رضا وحضور ممثل فلسطين اللوح، اسمه ايه اللوح؟ دياب اللوح. اقرا تاني الخبر عشان محدش يقول لك معلش يعني اصل دي مصر بتستلمها عشان تدخلها لغزة. اقرا تاني كده: خلال مراسم توقيع تسليم حصة البلدين الشقيقين، الحقيقة 25,000 أضحية لمصر و 30,000 أضحية لدولة فلسطين، يعني فلسطين اللي بتندك المحتلة واخدة 30 أزيد منك بخمسة، وحضرتك اللي بتنعم في استقلال وأمن ولديك، فلسطين ما عندهاش جيش، فلسطين ما عندهاش شرطة، فلسطين ما عندهاش بنك مركزي، فلسطين ما عندهاش خط طيران، ما عندهاش دولة، واخدة 30,000. انت بقى عندك اقوى جيش في المنطقة رقم واحد عربيا، وعندك بنك مركزي وناس رايحة وناس جاية، وعندك شركة طيران بقالها 100 سنة، واخد 25,000 أضحية زيك زي فلسطين بالظبط. شيء محزن لما يقف سفير، هو 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 زمايلي بيقولوا لي هو سفير المملكة السعودية، يا جماعة ما تأفوروش، بلاش مبالغة، هو ما هو سفير المملكة، هو سفير خادم الحرمين، في فرق، في فرق، ونلتزم، في فرق، في فرق بين سفير دولة وسفير شخص. القاطن على نيل القاهرة في فيلا جامدة جدا، ده مش سفير السعودية، ده سفير خادم الحرمين، هو ربك عايز كده، هتعمل له ايه بقى؟ اعترض بقى. وحتى الخبر مكتوب في ايه؟ سلم سفير خادم الحرمين، هات الخبر كده عشان بس ايه ما تلوكلوكش كتير في الموضوع ده، اطلع اطلع، سلم سفير خادم الحرمين الشريفين اهو اسامة بن احمد. يا بتشتغل ايه يا اسامة؟ سفير الملك سلمان. طب وهي السعودية دي مش دولة؟ دولة يا عم، احنا نزعل ليه من بعض؟ بس الدولة دي بتاعة الراجل ده، فالراجل ده هو بيشتغل عند الراجل التاني سفير. شيء محزن لما يقف سفير خادم الحرمين يقول ان الأضاحي مش بس للمحتاجين في الحرم، لا، لخمسة وعشرين دولة منهم مصر وفلسطين، وكأن شعب مصر أصبح بيعاني تحت الاحتلال أو الحصار أو المجاعة ومنتظر النجدة. اسمحوا لي، زي ما خدتكم في جولة مع اللواء رفعت باشا والتكية المصرية، نعيش الواقع بقى شوية، نعيش الواقع ونبطل أحلام، وتفرجوا سفارة السعودية على ما أذكر على النيل في الجيزة، على ما أذكر يعني، ما أعرفش هو ده بيت السفير ولا دي السفارة، بس يعني ماشي، على النيل القاهرة حصل الفيديو ده. مبادرة الإفادة من الهدي والأضاحي هي مبادرة قائمة منذ أكثر من 40 سنة سنويا توزع، لا تقتصر فائدتها في حقيقة الأمر على المحتاجين إليها في منطقة الحرم، ولكن أيضا تمتد لتشمل 25 دولة في العالم بما فيها جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين الشقيقتين. المشكلة مش في ده بس، المشكلة ان الشحنات ال 25,000 دي مش هتوصل للناس، دي هتتاخد للجيش، والجيش يعمل منافذ ويبيع الكيلو 300 جنيه، ما هو الكيلو بره ب 400 و500، فالجيش ياخد ال 25,000 أضحية ببلاش تسول،
ويعمل منافذ، وهي المنافذ موجودة، ويبيع للمواطن ب 350 جنيه أو 300، فالجيش يبقى كسبان 100% وما بيدفعش ضرائب ولا بيدفع تأمينات ولا أي حاجة، ولا فلوس الأضحية دي هتعود على الدولة خالص، دي هتخش في عرق الجيش. دي المشكلة التانية، يعني مش المشكلة انك انت شحات، المشكلة ان اللي بيشحت باسمك هياخد ده ويبيعه ويكسب فيه، ومش هيدخله في موازنة الدولة نهائي، هيروح على الضباط اللي قاعدين كروشهم بقت قد كده. زمن الشحاتة ده للأسف شفناه من أول ما جه السيسي، اللي وصلنا مش بس للشحاتة اللحمة، ده كمان بيتسول اللقمة اللي انت بتاكلها، زي ما حصل السنة اللي فاتت كده لما الإمارات سلفتنا مش عارف كم 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية. ده القصة بقى، ده الإمارات بتزرع قمح عندنا، يعني حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، ده الجو عندنا ربيع طول السنة، الإمارات بتزرع تحت نفس الشمس وعلى نفس المية ونفس الأرض، وبتديك قرض عشان تشتري من الشركة دي. زمن التسول اللي بيقف فيه السيسي يهين مصر ويشحت من الأجانب ويقول أصل أنا مش بشتكي. اسمع، هيبقى في تحدي للدول اللي زي حالتنا زي مصر كده، مش بس في إن التمويل. النهارده مصر بقى لها يعني كورونا خدت سنتين، وده تحدي اقتصادي كبير جدا واجهنا، ثم بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اللي انتوا شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفة في مع ليبيا ومع السودان وحتى دلوقتي مع قطاع غزة، وانتوا شايفين النهاردة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا، ده تراجع بنسبة 40-50%. يعني طب كل ده بيتم، والنهاردة المفروض ان الدولة المصرية ليها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل. أنا مش بشتكي يعني. أنا بشحت. أنا مش بشتكي، أنا بشحت. هو حد يفتكر مش بشتكي؟ أنا بشحت. أبو خيمة زرقاء هو اللي يشوف لي كل حاجة. زمن التسول اللي الجيش فيه بدل ما يحارب لتأمين أمننا القومي زي ما كان بيعمل إبراهيم رفعت باشا، لا ده الجيش بيوزع مساعدات على المصريين ويصورهم وهم في إذلال مهين زي الفيديو ده كده. انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وشملت 108 أسرة بمحافظة الأسكندرية، و83 أسرة بمحافظة البحيرة، و71 أسرة بمحافظة الغربية، و70 أسرة بمحافظة كفر الشيخ. وأكد اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم تدشين الحملة على المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته. أعربت الأسر عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه الدولة ومؤسساتها الوطنية. أشكر المنطقة الشمالية وأشكر اللي وقف جرنا وبسطونا وجاب لنا كل حاجة، الله يحفظ فيهم خلقه وربنا يبارك فيهم كلك يا رب. بصراحة المقابلة والناس والجيش ويعني قابلونا مقابلة بصراحة ما كناش نتوقعها. ويعاير المصريين بالمنظر ده، لكن أنا يعني معلش زي بعضه قبل ما نكمل في زمن التسول، أنا بستغرب إيه كميات العربيات الشوفرلي دي؟ أنت خدت بالك يا ولا من كميات العربيات الشوفرلي؟ ولا وكلها لونها أحمر،
يعني كلها يعني بص دي اتخذت أوردر خاص، كلها نفس الماركة ولونها أحمر، ودي عربيات لا هتحارب ولا تعمل، دي آخرها تنقل عجل راح يتذبح في السلخانة. إيه كمية العربيات دي؟ لا وكلها أحمر يا معلم، هو حد يقول لي دي اتعملت في مصر تبقى ساذج. أنا مش هكلمك على التلاجات دي اللي هي في الآخر قليلة، يعني أنت لو شفت المنظر من فوق هتلاقيها قليلة، يخرب بيت المشير، قاعة المشير، أنت لو بصيت المنظر ده المنظر ده آخره، بس إحنا بنعرف نعمل يعني القط بتاعنا جمل. يعني أنت لو شفت المنظر من الدرون من فوق هتلاقي هما في الآخر شوية تلاجات يعني، بس إحنا نعمل فيلم بقى. معلش هات بقى من فوق المنظر كده عشان بس الناس، بس يا عمي منظر من فوق يا ابويا، اي بس بس اهو اهي الحكايه كلها على بعض، اهي هي دي الحكايه كلها على بعض، ادي القصه او ادي الموضوع وادي الرساله، وكوني انسى دي الاستحاله، ده حضرات الموضوع كله. بس نعمل بقى فيلم ونجيب 25 عربيه حمراء شيفورليه اوردر خاص للجيش، بيعملوا ايه دول في الجيش ما تفهمش. انما اللي تستغرب له اكتر بقى يا حضرات انك انت لما تشوف الساده اللي كانوا موجودين، هات بقى الشخصيات اللي كانت موجوده كده، هتلاقي واحد عجيب قوي. سيبك من العربات الحمراء والثلاجات، ونوقف الثلاجات وكل ثلاجه عليها علم. السؤال بقى بس وقف هنا خلاص، الثلاجات دي بقى جايبينها منين؟ ما هو حاجه من اتنين، يا إما إن هم راحوا لشركة مصرية في 6 أكتوبر أو في العاشر، اسمع عادي يا صاحب المصنع أنت هتطلع لي 25 تلاجة و25 سخان وأنت المصنع التاني، أو إنه استوردهم من بره على حساب الجيش. ما هي ميغة، ما حدش بيسأل. وأنت تفتكر لو دخلوا على مصنع وأخدوا كل منتجاته لمدة 6 شهور حد هيقول لهم لأ؟ حد هيشتكي؟ أديك شفت الراجل صفوان ثابت حصل فيه ايه، هو وابنه واخوه تقريبا اللي مراته ماتت كمدا عليه، حد فتح بقه هو كده شغل بلطجه. هات بقى الشخصيات دي، مين بقى الاخ فين وراح مني فين؟ واحد اتنين لطخ تلاتة، غالبا الراجل ده. مين بقى الاخ ده؟ الاخ ده محافظ اسكندريه الخايب اللي البلعات اتسدت على ايده 3-4 مرات، اللي الشوارع غرقت على ايده 3-4 مرة لكنه لازال موجود. هات بقى الفيديو هتلاقيه واقف مبسوط قوي وسعيد مع المنطقة الشمالية دي في اسكندرية. العب فيديو كده هتلاقي محافظ اسكندرية قاعد واقف وسطهم. كمل 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 لحد ما اقول لك، كمل كمل لحد ما اوريك محافظ. بص بص القصة كلها على بعض اهو، ونحط ونحط العلم وجو جامد جدا جدا. نكمل بس اقف الراجل اللي في النص ده، ده هو ده قائد المنطقه على فكره السيسي كان زي الراجل ده، ده محافظ اسكندريه حضرات اللي اسكندريه غرقت 3-4 مرات السنوات اللي فاتت في الشتاء، وعادي جدا مكمل عادي جدا زي الحلاوه. ليه؟ لانه مرضي عنه سياده المحافظ ده اللي ما حدش يفتح بقه. ده زمن التساؤل. بس نجيب بقى المصريين كده بالشكل ده، نجيب المصريين بالشكل ده، والست طبعا مبهورة أول مرة، دي كبيرها 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 أمين شرطة يسلم عليها النهاردة. لا يا الناس دي، لأنه ده بنصور إحنا، أنت عايش في فيلم كبير، أنت عايش في فيلم عظيم. بص قائد المنطقة الشمالية ومحافظ اسكندرية، ويجيبوا لها كرسي وتيجي الست وقف يا حاجة، وطبعا هي قعدت 3 ساعات عبال ما يدوها الحاجات دي، والله أعلم بقى الحاجات دي رايحة بيتها ولا بعد التصوير كله يروح عند أبوه. محافظ اسكندريه اسمه ليه محمد الشريف؟ هو محافظ اسكندريه، هو انا اعرفهم بالشكل، انا ما بعرفش اسماء يا ابويا، انا ما بحفظش اسماء، انا اعرف بالشكل. الاشكال دي انا عارفها. ويقعد عادي جدا محافظ. الشتاء اللي فات الناس كانت بتمشي في احد شوارع اسكندريه كانك في فينيسيا. قوارب. وقاعد عادي مكمل عادي الراجل يعني. عادي وهو صحته بقت زي الفل وبيلبس بدل اهو، الراجل بقى تمام جدا. واقف مع قائد المنطقه الشماليه، ونجيب الراجل الكبير ده اللي سابق اشرف السعد مع مراته، نجيبهم مع بعض كده ويقفوا متسولين مستنيين الثلاجه والسخان، ونعمل منظر، نجيب الدرون من فوق والدرون من تحته، و35 عربيه شوفرليه حمراء زمان، ولا وحمراء عشان تبان مش بيضه،
اوعى تقولوا بيضه اهو، بص شوف حمراء اهي، هي حمراء فعلا قولا واحدا. يعني زمن التسول ده حضرات اللي خلى ستاتنا بقوا يشحتوا على التيك توك حرفيا بسبب الغلاء، ويطلعوا يقولوا ايوه احنا بنتسول على التيك توك، هنعمل ايه يعني؟ اسمع، نقول احنا بنتسول على التيك توك، ما نتسولش ازاي؟ ما نقعدش على التيك توك بالساعات لما حد يخش يشحتنا ازاي؟ انا ام واب لاولادي، علبة التونة النوع الرضيع اللي احنا طبعا ما نقدرش نجيب الغالية من القطع وكلام من ده 35 جنيه، من اخر مرة جايبها ب 17 ونص. ليه؟ مش افتراء؟ 35 جنيه عشان خاطر اكل عيالي، عشان اكل عيالي تونة اجيب علبة ب 35 جنيه ومش هشبعهم. ده أول حاجة التونة. العدس بتاع الغلابة ب 80 جنيه، جماعة العدس ب 80 جنيه، ليه؟ يعني أنا أجيب إيه أقل من ربع كيلو عدس؟ حرام عليكم. حرام عليكم يا ريس، احنا بنموت والله، احنا بنموت، لا احنا بنموت فعلا، خلاص احبسني احبسني، انا خلاص مش عارفه اكل ولادي. العرب اخواتنا العرب بيدعمونا على تيك توك، بيخشوا المصريين بيقولوا ان احنا في التسول، بنعمل ايه؟ ما نسولش ازاي؟ ما احنا مش لاقيين ناكل ولادنا يا جدعان، حرام. اه صح، الفاصوليا، الفاصوليا كيلو ب 100 جنيه، الفاصوليا كيلو ب 100 جنيه، الفاصوليا البيضاء كيلو ب 100 جنيه، اجيب اقل من ربع كيلو ايه؟ اللوبيا 100 جنيه، كيس الشعريه ب 15 جنيه، طب يا جماعه نعمل كيلو لبن ب 34، كيس اللبن بخيره كده ب 34 جنيه، طب ما نشربش علينا لبن مفيش مشكله، احنا ما نشربش مفيش مشكله، طب بس عيالنا هنعمل ايه فيهم؟ ما عايزين يشربوا، ما عايزين ياكلوا، ما عايزين يطلعوا للدنيا ماسكين نفسهم، ما نجيبلهمش لبن خلاص، انا ما بجيبش عليه قسما بالله، ما بجيب عليه، اعمل ايه يا ريس؟ اعمل ايه؟ العدس مش قادر اجيبه، مش قادر اجيب نص كيلو عدس بعد كده، يعني ربع كيلو هزوده ميه واعمله شوربه كده، شوربه على حق ربنا عشان اكل ولادي. الفاصوليا مش هجيبها تاني، اللبن مش هجيبه تاني، العيال كده كده احنا ما بنجيبوش. يا جماعه ارحمونا، لا ترحمونا، تسجنونا بقى وتموتونا، اسجنونا عشان نلاقي لقمه ناكلها، اقول لكم اسجنوا ولادنا معانا، حرام. زمن التسول اللي يخلي السيسي يسرح رجالته يوزعوا كراتين في الشوارع عليها صورته، عشان ما تنساش ان ده ولي النعم اللي بيوزع الحسنة، اوعى تنسى انه خيره عليك، فيرفض واحد غلبان يرفض الكرتونة. ده مش مالنا احنا، دي من الرئيس، الرئيس مين؟ عارف فين الرئيس ولا لا؟ السيسي ده يا حبيبي، حبيبك السيسي؟ يلا نايس، ماشي هات كرتونه لاختك، هات كرتونه لاختك، كل سنه وانتم طيبين، يلا الله يخليك لينا، عايز صور حبيبي، الله يخليك لينا يا سيسي، الله يخليك، السلام عليكم. انت خد، تعالى تعالى ما تخافش، هات كرتونه، ليش كده؟ ازاي ازاي قول لي، طيب في سكر وحاجات، اه انا قاعد في الشارع، قاعد في الشارع هتنفع، بيعها يا عم، اديها لحد وخد فلوسها، لا اله هي عامه مش من هنا، خليها لحد محتاجها، جدع انت والله، طب تعالى خد حاجه تاني، طب لا شكرا، تعالى اسمع، جزاك الله خير، اسمع بس، تعالى خد دي، لا متشكر، اسمع مني، لا متشكر، دي اخوات والله، الراجل رافض، بس الباشا اللي بيوزع ده بتاع مين؟ خد اسمع، خد تعالى خد، مين الباشا؟ بيقولوا كرتونة السيسي، مين الباشا؟ بلد بتشحت في عيون العالم كله، مصر في عيون الصحافة العالمية بقت بالشكل ده، ادي مصر، مصر البائسة تبيع فنادق تاريخية وهي تغرق في الديون، الجارديان، جيش مصر يسحب اقتصاد البلاد إلى الأسفل، إذاعة NPR، مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة، بلومبرج، مصر لا تستحق الإنقاذ، مصر لا تستحق لكن يجب أن تحصل عليه، إيكونومست، دي مصر بزداغه. فهل إحنا فعلا وصلنا لمرحلة سيئة جدا؟ وده شفناه من أول ما السيسي جاه، لما وعدنا بالعذاب والجوع وأكل ورق الشجر، حد فاكر الفيديوهات بتاعته دي من 2015 ل 23؟ احنا ما ناكلش، احنا ما ناكلش وهنبني بلدنا، انت فاهمه؟ اوعى تخافي، ولا حد يخاف، ولا حد يقدر، ما حدش يقدر، كون كده كده، اي حاجه سهله، مش هناكل، ما ناكلش،
هنجوع يعني؟ نجوع. ايه المشكلة يعني؟ لكن بلدنا عايزين البلد تقوم وتبقى بلد ذات شأن ولا لا؟ البلد اللي ذات شأن لازم نضحي ونتعذب، مش الهدف التعذيب، لا لازم نتعذب. وتدمير في الدول عشان هم يعيشوا، لا احنا بنحرم نفسنا من اللقمة عشان نبني بلدنا وشعبنا ساعه مستحمل كده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبس وحوصر في شعاب مكة 3 سنوات. للصحابة ولا التابعين ساعتها قالوا له النبي قول لهم يجيبوا لنا ناكل ولا المية تتفجر من تحتنا. قعدوا 3 سنين لدرجة انهم وصلوا انهم ياكلوا ايه؟ ورق الشجر. كانت الناس راضية وسكتة، يعني تخليه كده وقعوا تزعلوا من اللي حوله وناكل، ولا شيله وخليه زي ما انتوا بتشوفوه دلوقتي وتبقى الدنيا صعبة شوية. ردوا علي، أسيب الناس مرمية في الشوارع ودايمة في الصفيح والأكل موجود ناكل، ولا شيل الناس وسكنهم في بشائر الخير والدنيا تبقى غالية شوية؟ ردوا علي. اسمعوا، لو كان البنى والتنمية والتقدم ثمن الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين ما تقدموش، اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لو كمل ثمن التقدم والازدهار للأمة انها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب، ما تاكلش وما تشربش. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، ما فيش عدو ممكن يحلم انه يحقق في المصريين اكتر من اللي بيعمله السيسي دلوقتي. اتحداك لو مصر دولة محتلة من دولة تانية ما كانت تصل لهذا القاع. مصر دخل الإنجليز سنة 1882 غالبا سبتمبر، تقريبا سبتمبر تقريبا، بس هو 1882 الثابت فعليا ان الجيش الإنجليز دخل 1882. في عصر الإنجليز كانت مصر مملكة بتحكم السودان، بتحكم منابع النيل، عصر احتلال واحتلال اقتصادي، لأن الإنجليز احتلال اقتصادي في الأساس. مصر كانت بتصدر قطن، كانت دولة رقم واحد في حاجات كتير جدا. إنما لما جالنا ولي النعم الجعان الجربوع السنكوح بقينا بنشحت الأضاحي والهدي. مفيش عدو ممكن يخلي شعبنا فقير جعان متسول وعاجز، ده احنا وصلنا ان احنا عاجزين حتى انك تدخل او تدخل شوية مساعدات لغزة. ليه؟ احسن يضربونا. والله اصل احنا نخاف ندخل الشاحنات احسن هننضرب. ده اللي بيقوله الطويل ضي رشوان. في عجز بعد كده؟ تفضل. لا يوجد من سبيل لإدخال المساعدات غير التفاوض. هل لو لدى حضرتك أو لدى أي من أشقاء العرب من الاقتراحات الذي يمكننا جميعا من أن ندخل المساعدات عنوة، فعليها أن نقدمه لجماعة الدول العربية ونحن أول الملتزمين. إذا كان لدى أي دولة عربية فكرة من الأفكار التي تخرج عن إطار القانون الدولي والمعاهدات حتى نقوم بيعني تنفيذها، نحن أول المستعدين. لا تملك مصر أبدا ولا تستطيع أن تدفع إلى الجانب الآخر بشاحنات المساعدات التي الهدف منها هو إنقاذ أشقائنا الفلسطينيين لكي يقصفها الجانب الإسرائيلي، وليس شاحنات. لقد قتل 30,000 فلن يأبه. مكلمة اللي بيسموه الإنجليزي البيج ماوس، كلام مترصص جنب بعضه حلو جدا، بس مضمون الكلام ده وآخره رسالة واضحة: مصر لا تملك أن تدخل مساعدات إلى قطاع غزة لأن إسرائيل هتضربنا. والجيش اللي أحسن جيش، أقوى جيش في المنطقة، خايف لإسرائيل تضربه. أقوى جيش رقم واحد في المنطقة العربية و15 عالميا تقريبا جيش مدجج بأنواع الأسلحة، خايف من عصابات إسرائيلية عيال بشباشب بتوع حماس، بشباشب
ما قاعدينه في غزة بقاله 140 يوم بشباشب بترنجات متحصلين من 20 سنة، ما قاعدين جيش إسرائيل بقاله 140 يوم مش عارف يحقق انتصاره، وإحنا أكبر جيش في المنطقة وأكبر جيش عربي ومن أكبر الجيوش العالمية وعندنا كل الأسلحة يا ريس. خايفين؟ قالك أصل إسرائيل قتلت 30,000 فلن تأبه بأنها تضربنا. خايفين إسرائيل تضربنا؟ مش بس تسول، ده عجز، جوع، تسول، عجز، حتى اللقمة مش لاقينها. كل ده بس مش مظاهر فقر ومعاناة، لكنه خطر على الدولة، خطر على الدولة لما شعبها يتحول لمجموعة من المتسولين برعاية الدولة. الخطر ده ممكن يوصل لحالة انفجار، وده اللي بيحذر منه الكاتب الدكتور عمار علي حسن اللي قال هناك معادلة بسيطة تقول بوضوح وجلاء إن الفقر يؤدي إلى سوء تغذية فيقود إلى التقزم، ومعه تقل كفاءة العنصر البشري في العمل والتجنيد، وبالتتابع قد تضعف السلالة. إن اتسع العوز واستمر رفع الفقر عن الناس ليس مسألة جانبية، إنما ضرورة يسهر عليها من يديرون الشأن العام. وهنا عليهم أن يؤمنوا بأن البشر يجب أن يكونوا دوما وأبدا قبل الحجر، إن حاجة أي مواطن ملحة للغذاء والكساء والإيواء والدواء والتعليم، فإذا لم يحصل الناس على احتياجاتهم الأساسية فقطعا ستنتابهم حالة من الغبن الشديد والاحتقان حيال الإدارة السياسية ثم الغضب. فالتحمل تكون له حدود في كل الأحوال، والتعويل عليه كمسار وحيد مسألة غاية في الخطورة. ولذا لابد من تنفيذ سياسات عاجلة وناجعة ثم دائمة تخفف أي آثار ضارة بالطبقات الفقيرة، لا سيما مع تآكل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر في البلاد. من الآخر كده يا حضرات، المسؤول عن تدهور مكانة مصر وذلها وتسول شعبها هو الحاكم المستبد اللي ضيع الأرض وأفقر البلد ودينها وأذل شعبها، زي بيقول الدكتور يحيى الأزاز في رسالة إلى السيسي المستبد، بيقول رسالة إلى حاكم مصر المستبد الأكبر على مدى تاريخها الطويل. الأمس كان يوما أسود في حياتي وأنا في أواخر قطار العمر الذي تدنو عجلاته من محطة السبعين، نهارا نهاره طويل طول المسافة بين الأرض والشمس بلا شمس، وليلة مظلمة ثقيلا ثقل الجبال جاثما فوق الصدر يحشرج النفس ولا يعجل بصعود الروح. الموت صار عقارا أبحث عنه للراحة والاستشفاء من بطش سلطة تتربعون فوق عرشها، اختفى كغالبية الأدوية الفعالة الناقصة في السوق بسبب التضخم الاقتصادي وعدم توفر عملة صعبة، فردتم في الأرض وفي النهر وبعتم الأصول والتاريخ واعتديتم على حرمة الموتى ونزعتم المقابر من أماكنها قرون عديدة، سلبتم المنازل من أصحابها وهدمتموها فوق رؤوسهم من أجل حلم غير مشروع، أهنتم الناس وفرضتم عليهم إتاوات نظير الإقامة في الوطن المسلوب وحولتوهم من مواطنين إلى رهائن، حتى العرض المؤتمنون عليه لم تحافظوا عليه، أهنتموه وما زلتم تهينوا. وما حدث في السجن الحربي وقت أن كنت مدير المخابرات الحربية واعترافكم به خير دليل على انتهاك الأعراض، تجيدون تصفية الحسابات بطرق لا تليق بأنظمة حكم دستورية وتتغنون بديمقراطية لا مجال لها إلا في اختياركم وتأييدكم فقط والهلاك لمن يعترض، ديمقراطية مكسورة الجناح،
كسيحة ككل شيء في عهدكم الكسيح. هل لم يعد في الدولة الغارقة في الديون المهددة بالانهيار بسبب سوء سياستكم شيء يصنعه رجال الأمن سوى تتبع أسرتي ومنعها من السفر عقابا اللي بعده لهم على آرائي بينما أنا موجود بينكم لم أهرب؟ الخلاصة حضرات إن السيسي وصلنا من الوعد والأحلام بنور عينينا ومصر هتبقى قد الدنيا وتلاتين ستة دولة جديدة، وصلنا إلى شعب. وعلى فكرة هو بدأ الحكاية دي من زمان، من أول ما جه، من أول ما طلع المزين ده وبشرنا بالبطاطين الحلوة اللي جاية من الإمارات. حد فاكر الفيديو ده؟ كنت استجبته بس بعد أسبوع، كان الأسبوع ده فرق. النهاردة وزير المالية اتحرك ورئيس الوزراء ده تعليمات، وزير الطيران من الأول عند موقفه ونزل بنفسه وتابع وأفرجه عن طن بطاطين وطن ونص ملابس جديدة. ده غير أنا عندي طن مكتوب طن ونص، طن ملابس جديدة غير أطنان ملابس قديمة. إخواتكم المصريين 7 طن ملابس بطانية عاملة إزاي يا ولاد؟ حاجة ألاسكا خالص، بطانية بجد، بطانية تقيلة وطبقتين تقال، بطانيتين في بعض يدفوا حلوة قوي. كتر خيركم، احنا بنشكر اخواتنا واهالينا اللي بره اللي فكروا في اخواتهم. كانت بدأت اهي في الوقت ده كانوا بيشحطوا البطاطين واللبس، وبيختلف مع فريق الكنترول هو طن ونص ملابس ولا طن بس. وصلنا النهاردة ان احنا بناخد اللحمة عادي جداً وبنتداين بالقمح خلاص، والبلد كلها اتباعت زي ما قال الدكتور يحيى الأزاز. الراجل ده حضرات جاي المشروع محدد، وكل اللي حواليه من قضاء وإعلاميين وضباط شرطة، كل اللي بيساهموا معاه هم جايين في مشروع واحد، هو ده المشروع، هو تدمير البلد دي. من إبراهيم رفعت باشا اللواء ده اللي كنا عاملين تكية من أيام ساكن الجنان محمد علي، إلى إن إحنا بنتسوى البطاطين، بنتسوى العيش، بنبيع أعراضنا، الستات بتطلع تشحت على التيك توك. السيسي حقق الغرض اللي هو جايله، هو تدمير البلد دي، تدمير تاريخها، والأهم من تاريخها تدمير الشعب نفسه. الشعب ده اللي عدى حضارات كتيرة جدا، وعدى عليه مستعمرين كتير قوي، عدى عليه رومان وعدى عليه فرس وعدى عليه كله، ما فيش يعني. الدولة دي هي الدولة تقريبا الوحيدة في العالم اللي عدى عليها غزاة كتير جدا، ده أنا ممكن أحسبهم لك دلوقتي كتير قوي. وكل غازي قعد فترة بـ300-400 سنة، لكن فضل الشعب زي ما هو يهضم الحضارات يبلعها وما بقاش هو. ما كانش فاطمي رغم 300 سنة بتاع الفاطميين، ما كانش تركي رغم 300 سنة بتاع الأتراك، ما كانش فارسي، ما اتكلمش روماني، إنما جه السيسي بقى عشان يدمر الشعب ده، عشان يحوله لشعب مستني ورقة اللحمة، لقمة العيش، كرتونة. السيسي هيكمل لحد ما يوصلكم للمرحلة اللي هو عايزها، مرحلة إنكم تاكلوا فعلا ورقة الشجر. وزي ما قال جمال حمدان، السيسي مش شخص، الفرعونية ليست فرد إنما هي منظومة مؤسسة فيها إعلام، فيها جيش، فيها شرطة، فيها قضاء، مؤسسة كبيرة. والقرآن الكريم قال فرعون والذين معه، مش فرد. الراجل ده ما جاش في 2013 هباء، الراجل ده جاي لتدمير مصر، مش التاريخ، تدمير شعب مصر في الأساس، ويوصله أنه يتسول في الشارع أو على التيك توك. هنيئا للي وضعوا خطة تدمير البلد دي، عايز أقول لهم نجحتوا بجد، مبروك، عرفتوا تزرعوا الشخص السليم في الوقت السليم
وتضحكوا على المغفلين، عرفتوا تضحكوا على متدينين، على مثقفين، على مسيحيين، على مسلمين، ضحكتوا على المصريين ولبستوهم الجاسوس ده. النتيجة انتوا وصلتوا لها بصح، برافو عليكم. نتعلم بقى، نتعلم نخطط صح ونزرع الجاسوس الصح في الوقت الصح وفي المنطقة الصح. تحياتي للي خططوا، بس مش تحية قلبية خالص، إنما بصراحة ما يمنعش كراهيتي ليكم واللي انتوا زرعتوه ان هنيكم ان المخطط نجح، وشكرا للي ساعدوا في تنفيذ المخطط ده.